اهلا وسهلا بكم من جديد كل الناس اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق. يبدو انه صباحنا صباح طبي خالص، بديناه بالصيدله وبديناه بطب الاسنان وبالغافله الصحيه، وتكلمنا ايضا مع استشاري الانف والاذن والحنجره عن الشخير، والان فقرتنا فقره مهمه هي ايضا طبيه لكن طبيه تجميليه وصحيه اكثر، حنتعرف من خلال على مشاكل الشعر عموما وكل الناس المهتمين الستات بالتحديد اللي بيتابعونا الان من خلال صباح الشروق. اهلا بكم، ومعنا دكتوره نيره يوسف محمد صيدلانيه متخصصه في الشعر والبشره. اهلا وصباح الخير عليك يا نيره ومنورانا. اهلا بك يا انسام، صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. كيفك؟ الحمد لله. كيف انتم؟ نيره، باختصار كل الناس بيعانوا من تساقط الشعر، دي اول نقطه، واي زول تسال يقول لك والله انا شعري ده بينزل، السبب شنو؟ صح. طيب لما نجي نتكلم عن التساقط بندرج تحته حاجات كثيره شديد، بندرج تحته تغصف، هيشان، بندرج تحته جلحات اللي هو فراغات في الشعر، برضو ممكن تصل لغايه الثعلبه وصلع وراثي او عموما الصلع بشكل عام. نعم. فبالنسبه للتساقط اسبابه دائما بتكون داخليه، في تساقط طبيعي اللي هو دي في دوره حياه الشعر اللي هي بتكون مثلا في البدايه الشعر بنمو، بعد كده البصيله بتضعف، بعد كده الشعر بقى، ودي حاجه طبيعيه عشان ينمو شعر جديد. لكن لما نتكلم مثلا عن التساقط المرضي او بيكون سببه مشكله داخليه، عندك مثلا مشاكل في الهرمونات، عندك مشاكل في الغده الدرقيه، عندنا برضو نقص في الفيتامين، نقص في الهيموغلوبين، مخزون الحديد، الحاجات دي كلها بتؤدي لنا للتساقط. يبقى الزول مفروض هو يمشي يتابع مع الطبيب عشان يعرف انه اسباب التساقط شنو. التساقط لكن ما حاجة طبيعيه، هي التساقط اللي بيطلع لنا في التسريح كل يوم يا نيره ده شنو يعني؟ يعني طوالي مع التسريح في الفرشه والمشط بنلقى الشعر ده طالع بكميات وبكثافه. يلا على حسب الكميه، لو كانت مثلا الكميه عندك من 100 لغايه 150 شعره فده حاجه طبيعيه، اكثر من كده اكيد عنده اسباب ثانيه. نعم. فغير الاسباب ممكن يعني تعمل الفحوصات كلها يقول لك لا ما زال في تساقط، او انت الفحوصات بتاعتك سليمه، الروتين بتاعك ممتاز، بتلاحظ انه لسه ثاني في مشاكل سواء في بشرتك او شعر او شعرك، فهنا مرات السبب بيكون عامل نفسي. انت مثلا بتكوني نيرفس او متوتره، او عندنا برضه الاكتئاب، الحزن، الحاجات دي كل الحاجات دي بتاثر على الشعر؟ بتاثر على الشعر والبشره بصوره عامه، كمان على الصحه الجسديه. طيب نحن بما انه بنتكلم عن الشعر بنلقى دائما السبيبه بتاعت الشعر نفسها، في ناس بيطلع السبيبه بطول، وفي زول بتطلع مقصوفه، وفي زول السبيبه بتكون مقسومه على اثنين هي ذات نفسها. ايوه. شنو الاسباب اللي بتخلي السبيبه تطلع كامله ومقصوفه واللي بيخليها تكون مفتوحه من الراس فوق؟ طيب السبيبه عموما يعني نتعرف عليها، هي اصلا من البدايه عباره عن خلايا مجتمعه مع بعض بتغلف طبقات كثيره. نعم. لو جينا مثلا للسبيبه في الجذور عباره عن أوعية دموية متصلة بأوعية دموية وغدة دهنية، الغدة الدهنية دي بتفرز لنا دهون عشان ما ترطب السبيبة اللي هي بتديها المنظر اللامع الطبيعي. ففي ناس بتلاقي إنه مثلا إفراز الدهون قل عندهم، فبتلقي مثلا السبيبة لامعة من فوق من تحت منغصفة. أيوه. فهنا التغذية بتاعت ما واصلة أطراف السبيبة. أطراف السبيبة، فهنا ده بيؤدي إلى تغصف. فهنا مثلا بنحتاج تدخلات علاجية زي مثلا عندك البلازما، أو عندك البلازما اللي هي البي ار بي، بنسحب من الدم وبتحقنوه. أيوة. في طيب الطبيعي او المريض منه فيهم اللي بتطلع سبيبته طويله كامله زي ما هي من جذوره، ولا اللي بتتقصف تكون مقسومه؟ اللي بتتقصف ده ما هنا في تلف او في مثلا الغذاء ما واصل، التلفه دي خلاص وقعت. ايوه. لكن مثلا لما تطلع كل من طوله فدي دوره حياه الشعر الطبيعي. على حسب قلنا برضو كميه الشعر اللي بيطلع. نعم. ممكن برضو تطلع من طوله، لكن هنا يكون في سبب مرضي حاصل. طيب واحدة من الاستخدامات او الحاجات الروتينية اللي بيعملوها اي زول بيغسل شعره، هل غسل الشعر ذات نفسه ممكن يكون خاطئ يسبب لنا ضرر للشعر؟ مثلا اذا انا بغسل بشامبو جاف او شامبو رطب او المويه في حد ذاته، في ناس بيقول لك ما بغسل شعري الا بمويه دافئه او سخنه او فاتره او مويه بارده، الاصح حياته فيهم؟ نوع الشامبو بفرق طبعا، نوع البلسم كمان اللي انت بتستخدميه بفرق. غسيل الشعر الكثير هو بضر للشعر، لانه افراز الدهون ده مثلا احنا بناخذ زي يوم كامل عشان الدهون دي تفرز وتغلف لنا الطبقه كامله بتاعت السبيبه. يستحسن اغسله كم مره في الشهر مثلا؟ في الشهر 4 مرات. كل اسبوع مره؟ او على حسب نسبه الدهون، في ناس فروه الراس بتاعتهم زيتيه شديد. فهنا بتفرز دهون كثيره، ممكن تعمل لنا روائح سيئه، بتعمل لنا ثاني ممكن فطريات، تولد لنا بكتيريا. ده ممكن يغسل، ده مريض تغسلي ايوه زي مرتين في الاسبوع. نعم.
طيب خلينا نشوف نحن تكلمنا عن طريقة الغسيل، نشوف المويه ذات استخدامها اذا كانت فاتره او دافئه او سخنه او بارده بتفرق في السبيبه؟ بتفرق المويه، ويفضل انها تكون معتدله. المويه البارده تاثيرها يعني كويس، بتعمل لنا سيركيوليشن للدوره الدمويه فتاثيرها كويس شديد المويه البارده. اما المويه الدافيه فهي هنا بتزيد الجفاف بتاع الشعر، بتزيد التلف والتقصف بتاع الشعر. نعم. برضو عندنا مثلا من الاستخدامات الخاطئه اللي دائما بنلاحظها انه مثلا يقول لك الشامبو ضد التساقط. ما في شامبو ضد التساقط، يعني هي دي مشكله داخليه او ده تساقط طبيعي، ما في حاجه بتعالجه. ده نوع من انواع الترويج للمنتج. أيوة. فقط يعني او مثلا يقول لك الزيت ده وقف لي التساقط، لا ما في حاجه بتوقف التساقط، بتوقفيه من جواك انت، يعني مثلا تظبط الهرمونات بتاعتك، تظبط الفيتامينات بتاعتك. يعني الحاجات الخارجيه اللي بيستخدموها البنات دي كلها ما لها لازمه؟ لا، يعني مثلا لو جينا للترطيب في مثلا في زيوت مثلا تحفيزيه عندك من الزيوت المثبته علميا، زيت الارغان وزيت اللوز الحلو. نعم. من الزيوت الكويسه شديد لانه الموليكولار ويت او الوزن الجزيئي بتاعها صغير فبتغلغل للشعر، بيقدر يدخل. ثاني مثلا عندك زيت الزيتون بيقولوا ضار للشعر، ده مثبت علميا ضرره. وهو فعلا في ضرر لزيت الزيتون للشعر؟ مش ضرر، لكن مثلا بنقول انه ما بديك يعني ما بديك فائده اصلا. طيب الزيوت عموما يا دكتوره، يعني انا مثلا قريت مره معلومه انه اذا عايزه تستخدمي زيت لشعرك المفروض تستخدميه الصباح بدري قبل طلوع الشمس، هل الحاجه دي عندها تاثير وعندها معنى، ولا الزيوت المفروض تصل للفروه حقه الراس نفسها ولا للسبيبه؟ بتصل للفروه وبتصل للسبيبه. على حسب الزيت، يعني مثلا لو انا عايزه ارطب يفضل انه بس الاطراف، لكن ما ممكن انا اخذ زيت وانوم به واصحى به وتاني، يعني تسريح بالزيت فهو دي الحاجه السيئه لانه انت كده بتكتم الفروه بتاعت الراس بتاعتك. الفروه انا محتاجه اديها تهويه مثلا؟ ايوه اهويه، يعني الفروه تكون نظيفه بتكون صحيه. عشان تكون صحيه برضو عندك مثلا من العلاجات المستخدمه عندك الاوزون، غاز الاوزون، يعني هي جلسات علاجيه للشعر، فغاز الاوزون ده زي مطهر او معقم للفروه، بعالج لنا القشره، بعالج لنا الصدفيه، بعالج لنا الالتهابات، غير انه برضو عنده تاثير في السبيبه بتاعت الشعر. بتكون هيلثي اكثر، بتكون صحيه، بتكون طريه اكثر. نعم. يبقى معناها السبيبه دي والانسان نفسه محتاج متابعات داخليه وخارجيه، يعني لازم انت تعرف المشكله اساسا وين بتحت. أيوة. الشعر عشان ما اعالجه. لما يجيكم زول بيقول لكم انا شعري يتساقط، اول حاجه في فحوصات هل حتدعمي للانسان ده؟ ايوه، اول حاجه من عين للمشكله، يعني التساقط، هل انت نوع التساقط ذاته كيف؟ الكمية بتاعت التساقط. بعد كده بنمشي للفحوصات، انه مثلا فحص فيتامين د مهم جدا، عندك فحص الغدة الدرقية، فحص الهرمونات، عندك فحص الهيموجلوبين، وفحص الزنك، كمية الزنك ومخزون الحديد في الدم. الفحوصات دي يعني بنعملها، بنجي لما نلقى الفحوصات مثلا سليمة، بعد ذاك بنشوف الروتين بتاعه. إذا الروتين بتاعه سيء بنديه روتين تمام، لو الروتين بتاعه كويس بعد ذاك بنشوف المشاكل النفسية اللي عنده. نعم. لأنه بتأثر بصورة كبيرة جدا. دكتورة نيرة، بنلقى دائما اختلاف في الناس، واحدة بتقول لك والله أنا شعري بتساقط لدرجة إنه في مكان في شعري أصبح فاضي. يعني أغلب الستات اللي بيستخدموا الاستخدام الخاطئ اللي إذا كان كريمات الشعر لكريمات الترطيب وغيرها بتقول لك والله حصل لي فراغ. الفراغ ده بيكون حصل شنو، يعني في الفروة بتاعت الراس، الشعر ساقط تماما ولا في شنو؟ يلا هو بيبدا بيتساقط، بيبدا بيتساقط، تساقط 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 لغايه ما تلقي انه الحته خلاص بقت خاليه من الشعر. مرات بيؤدي الى انه مثلا حتى البصيله بتموت. بصيله الشعر لما تموت هنا يعني ما في حل غير التدخل الجراحي اللي هو الزراعه. دي لو البصيله ماتت، لكن لو في لسه البصيله حيه ممكن نحن حنعرف البصيله اذا كانت حيه ولا ميته بعد ما نرجع من الفاصل القصير القصير اللي حنطلع من بعده، نعاود مع دكتوره نيره نكمل ما تبقى من جماليات الشعر والتجميل.
صباح العافية والصحة والجمال على كل متابعينا في كل مكان والناس اللي انضمت لمتابعتنا الآن لتكملة ما تبقى من صباح الشروق. ونحن من الجبيل بنتكلم عن الشعر والجمال والتجميل، متواصلين الستات والناس اللي عندهم أسئلة كثيرة نحن حنجيب عليها، وحنتعرف مع دكتورة نيرة يوسف، هي متخصصة صيدلانية في الشعر والبشرة. دكتورة نيرة مرحبا بك مجددا، ونحن بنكمل موضوعنا في الجمال، وموضوع الجمال ما بيخلص. البنات تحديدا لما يمشوا مراكز التجميل التجميلية والعلاجية بيلقوا نفسهم انه صرفوا قروش كثيرة وتكلموا كثير. نحن حنصرف قروش الليلة قليلة لكن حنتكلم كثير. خلينا نشوف المشاكل اللي ممكن تضر الشعر، شنو من الأسباب الأول، المفاهيم والحاجات الخاطئة، الممارسات اللي ممكن تضر الشعر تحديدا. طيب في البداية الشعر لازم، يعني أول حاجة عايزين نفهم البنات إنه ما لازم شعرك يكون طويل، ما لازم شعرك يكون ناعم، أهم شيء يكون صحي وما فيه مشاكل أنت قادرة تتعاملي معه. كيف يكون صحي طيب؟ صحي إنه ما فيه تساقط، ما فيه مشاكل بداية الشعر، ما فيه هيشان، ما فيه تغصف، فكده شعرك حيكون يعني صحي. كيف نصل لصحي؟ ده ما قلناها في طرق العناية. أيوة. كونه إنه الشعر يكون صحي، هنا حتى لو أنت قررت تعملي أي حاجة ممكن تضر شعرك، الضرر بيكون أقل. زي عندك مثلا من الحاجات اللي بتضر الشعر عندك الحرارة، سواء كان استشوار أو مكوى. ففي سيرامات معينة اسمها هيت بروتكتيف اللي هي بتقلل لنا نسبة الضرر، بتغلف لنا السبيبة، فلما تعملي الحرارة الضرر بيكون أقل. نعم. برضو من الحاجات اللي بتضر الشعر الأسباق. مهما كان يعني الشركة كانت ممتازة أو كويسة، الضرر حاصل حاصل، بس إحنا كيف نقلل الضرر؟ فلو إنه مثلا اضطريت إنه خلاص عايزة أصبغ شعري، عايزة أغير لونه، فأوكي you can do it، بس إنه لازم تقلل الضرر. يعني مثلا نبدأ بدرجات بسيطة، نبدأ ببني غامق، بعد كده فاتح، نتدرج في الدرجات، ما طوالي نمشي لأفتح درجة. فهنا الضرر، أول الناس اللي بيعملوا سحب بلون للشعر ده برضو ده نوع من أنواع الضرر. السحب اللون ما هو تفتيح لدرجات الشعر. أيوة. فكل ما كانت الدرجة فاتحة اللي وصلت لها كل ما كان الضرر أعلى. فبرضو عندك البروتين، الكافيار، الأنواع دي كلها اللي هي مسميات لفرد أصلاً للشعر، فالحاجات دي مضرة للشعر، فإحنا يعني ممكن نعملها لكن بنسبة بسيطة، مثلاً 30% يكون فرد، الباقي يكون علاجي. نعم. بنلقى ناس بيستخدموا امهاتنا في البيوت وخالاتنا، وحتى الناس اللي بيحبوا الحنه العاديه دي، في ناس بتلقى استخدامهم دايم وعاملين روتين دايم، لانه هو في الاسبوع وكل 15 يوم لازم يعمل لشعره الحنه. الحنه دي عندها ضرر للشعر وعندها استفاده الشعر بيستفيد منها؟ الحنه عندها فوائد كثيره للشعر، بس انه هي يعني عيب الوحيد انها بتغلف السبيبه وما بتطلع بالساهل. يعني شنو تغلف السبيبه؟ يعني السبيبة بتتغلف، مثلا لما تجي لمعالجات تانية كيميائية ما بتقدر تخترق السبيبة، فنضطر انه مثلا نفتح طبقات الشعر، وهو عبارة عن طبقات عشان ندخل المواد الكيميائية او اي مواد علاجية. أيوة. احنا عايزين نخدها في الشعر. فلكن الحنة عندها فوائد كثير، فيها كمية من الفيتامين، كمية من المعادن الكويسة المفيدة للشعر. من عيوب الحنة انها بتجفف، بتنشف الشعر. اي، فدايما مثلا بيقول لك اخلطيها بزيوت، اخلطيها بحاجات تقدر ترطب لك، او بعد الحنه ممكن تعملي حمام زيت يساعد في الترطيب. الحاجه دي كويسه؟ الحنه كويسه شديد، بس قلت لك عندها عيبين، حتى لما تيجي تعملي حاجات او معالجات كيميائيه زي اصباغ زي فرد، بتلقي انه بيقول لك لو انت عامله حنه ما بنقدر، لانه ما بيشيل فيك الحاجه نفسها. عشان انت بتكوني فعلا مغلفه زي ما انت قلتي. السبيبه مشاكل الشعر بنلقاها كثيره، والبنات كل يوم بنلقى في منتج جديد وفي طريقه جديده، وبيدخلوا النت كثير عشان ما يشوفوا. واحده من الحاجات اللي بيعملوها يقول لك الجراثيم العادي ده كبيه في مويه وبخاخ ورطبي به الشعر. الحاجه دي المقوله دي هل صحيحه؟ هل الجراثيم ده بيرطب زي ما بيرطب البشره، ممكن يرطب لنا الشعر مع المويه؟ هو كطريقه ترطيب ممتازه، لكن بس ترطيبه خفيف ما عميق للشعر. فعندك مثلا اكليل الجبل كويس، هو اي بينشف، لكن مثلا كتحفيز لنمو الشعر ممتاز جدا، وفي دراسات مثبته علميا عليه. يعني حتى بقول لك هو زيه زي المونوكسيديل اللي هي ماده كيميائيه بتعالج لنا مشاكل الصلع، وبتعالج لنا مشاكل الثعلبه والفراغات الجلديه.
يبقى معناها ما سيء وكويس الترطيب اذا كان الجراثيم والمويه دي حاجه كويسه. لكن احنا حنتعرف في حلقتنا الجايه عن الصلع اذا كانت وراثيه او عندها اسباب الصلع المختلفه. شاكرين ومقدرين لوجودك دكتوره نيره يوسف محمد صيدلانيه متخصصه في الشعر، واشوفك ان شاء الله في الاسبوع القادم. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لقناه الشروق. شكرا لك. نتواصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق ونمشي لمحطه مختلفه جديده نلتقيكم من خلالها بعد هذا الفاصل.